لأول مرة في تاريخ مأرب تتحول صحراؤها إلى ما يشبه حديقة بلا سور، حيث توافدت مئات الأسر النازحة في المحافظة والباحثة عن متنفسات سياحية إلى مديرية الوادي شرقا، والتي شهدت مهرجانات ترفيهية للأطفال النازحين وضحايا الحرب. يوم مختلف بالنسبة للنازحين والصحراء على السواء في محاكاة لحياة البادية، بهدف تعريف النازحين على مناطق المحافظة وتعزيز حضورهم في المجتمع المحلي. احنا نازحين طبعا من صنعاء وجينا الى مأرب. مأرب مدينة ضيقة على انها احتوت الكثير من النازحين، الا انها لا يوجد فيها المنتزهات والحدائق، عكسا عن صنعاء التي كنا متعودين فيها على الخرجات والحدائق والمنتزهات الجميلة. من يوم بدأت النزوح جاء عندنا من اهل صنعاء ومن اهل اب ومن دمر، والله اني فرحت طبعا بوجودهم في محافظة مأرب وتعلمت منهم حاجات، بس القصق انا ما تعلمتها واعجبوني. وفي وسط المدينة المكتظة بما يزيد عن مليون نازح، حسب تقديرات للسلطة المحلية، أقيمت فعاليات واحتفالات مماثلة في الحديقة الواحدة بالمدينة نظمتها كتلة حماية الطفل برعاية من السلطات المحلية، التي بدت قادرة على إحياء مناسبات عدة في حياة اليمنيين. تشمل هذه الفعالية على ألعاب رياضية، أنشطة فنية، تراث ماربي أصيل يتمثل في الشيلات الماربية والجمري والقهوة وسباق الهجن وسباق الخيل، كما تحتوي على العديد من الألعاب الرياضية بالنسبة للأطفال. بالنظر إلى ما تشهده المدينة من فعاليات في مجالات متنوعة تنفذها العديد من مؤسسات المجتمع المحلي الناشئة والساعية إلى تفعيل دورها، يعكس في الأساس توجه السلطة المحلية في إشراك منظمات المجتمع المدني والعمل معها لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرتها التنموية. عندما يحل السلام تتوسع المدن وتزدهر وتكثر فيها الاستثمارات، كما هو الحال هنا في محافظة مأرب، غير أنه بالمقابل تنعدم مع كل ذلك المتنفسات والحدائق العامة، وهو ما يستوجب من السلطات العمل بشكل أكبر على إيجاد أماكن سياحية توازي هذه التطورات المتسارعة في عمر المدينة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.